كاس افريقيا للامم لا كوب دافريك دي ناسيون. الجمهور المغربي كان عنده واحد الاجماع هاد الايام، صافي كلشي ولا كيقول لك بغينا غير الكاس ولا شيء غير الكاس. هو طموح مشروع، هو طموح يعني في متناول ديال المنتخب المغربي، عند المنتخب اللي يقدر يوصل، ولكن كره القدم هذه ما يمكنش لينا نجزمو كيف ما كان المستوى ديالنا. سلام لا كوب دافريك دي ناسيون، الكاس ولا شيء غير الكاس، هذا ما يروج في اوساط الجمهور المغربي. كاين هناك نوع من الاجماع، وهو في الحقيقه مطلب المشروع وطموح في متناول المنتخب المغربي بالنظر للامكانيات ديالو وبالنظر لما حققه خلال هذه السنوات الاخيره. ولكن هذه كره القدم، يعني دائما كاين احتمال اخر. المستديره كما كنقولوا، العالم ديال المستديره دائما مليء بالمفاجات. من ناحيه اخرى، الفوز بكاس افريقيا للامم معناه انك احسن منتخب في القاره، انت تتربع على عرش كره القدم في القاره. انما في الواقع كنلاحظوا ان المنتخبات اللي عندها عدد كبير من الالقاب، كاين اللي عنده نصف دائره ديال النجوم، لا ينعكس ذلك على اشعاع كره القدم في هذا البلد. وخارج القاره الافريقيه ليس هناك صدى او صيت لتلك الكره، في حين كنلاحظوا ان المنتخب المغربي اللي ما فازش منذ 1970 بفضل ما حققه في دورات كاس العالم المتواليه من 1986 1998 الى 2022، انه الصدى ديالو واصل للعالم كله، ان اللاعبين الموجودين عبر بقاع العالم بكثره المحترفين ديال كره القدم هما لاعبين مغاربه، ان اللاعب المغربي مطلوب، ان الكره المغربيه اصبح يحسب لها حساب ليس فقط على الصعيد القاري ولكن حتى على الصعيد الدولي بما في ذلك الامريكيتين. وهذا ما كيمنعش اننا خصنا نجيبوا هذا الكاس بالفعل، لان ما يبقاش نضيعوا في الفرص. كاس وحده 1976 ما كافياش كيف ما كان الحال، انما اللي اكيد هو ان الفوز بعدد كبير من الالقاب على الصعيد القاري في افريقيا لم يثبت ان ذلك يعني ان كره القدم في ذلك البلد الفائز هي كره قدم متقدمه ومعترف بها ولها صيت، وحتى في المحافل الدوليه خارج القاره تحقق شيئا ما. ابدا، بل نلاحظ انه خارج هذه المنافسات ديال افريقيا عدد من الفرق ما كتجاوز مثلا دور كاس العالم في منافسات قاريه. انما ما وقع بالنسبه للمغرب في هذا الشان كان العكس، ولو انه لم يفز الا بلقب واحد. احنا لاحظنا مع مرور الايام كيف تطورت الكره المغربيه وكيف ان اللاعب المغربي وصل لواحد المستوى عالي من التسعينات الالفينات الى يومنا هذا. مهم ماشي هو نفوزوا بالكاس وصافي باش نحيدوا ديك العقده ديال 48 سنه ما فزناش، المهم نفوزوا بالكاس ونستمروا في العمل. يعني الا فزنا بكاس افريقيا العام الجاي على الاقل نكونوا حتاني يا اما الفائز او على الاقل تلعب النهائي، وملي تشارك في كاس العالم 2026 يكون الاداء كيف الامتداد ديال 2022 وهكذا، هذا هو المهم. اما الا كنا غادي نفوزوا بالكاس ثم نعرفوا واحد الفتره ديال الانحطاط او ديال التراجع ديال الكره ديالنا، زعما ما كنشوفش غادي يبقى غير تروفي اللي هو داخل في البالماريس، ولكن كرة القدم ديالنا عاود خاصها تبنى من جديد عاود، في حين حنا الأدابة قطعنا واحد الشوط كبير في كرة القدم ديالنا، يعني من ناحية البنية التحتية ومن ناحية التنظيم ومن ناحية الإمكانيات. ما يمكنش دابا نعاودو نرجعو للوراء، إلا مشينا حتى دينا الكاس راه ماشي معناها نهاية العالم وحيدنا العقدة وصافي، لا، عاد باش بدات دابا مسلسل جديد، أنك ديما تكون حاضر مع الكبار لأنك من كبار القارة. والمنتخب المغربي راه حنا عرفنا الكلاسمون ديالو الأخر مرة كأس العالم فين كان، رغم أنه عنده غير كأس وحدة، هذاك الكلاسمون اللي وصل ليه ما وصلوش ليه الناس موالين 8 كؤوس إلى غير ذلك. إوا أش بان لك؟